يا مهدي يا مهدي يا يا مهدي. كيف نستعد للظهور المبارك؟ إذا بدأت العلامات تتحقق وبشكل واضح، ما هو المطلوب منا أن نعمله للاستعداد للظهور المبارك؟ عند ظهور الفتن، عندما تظهر الفتن، فإن التعصب الأعمى سيصيب الكثير من الناس، وتتشابك الأمور بحيث يؤخذ البريء بذنب المسيء ويحاسب المؤمن حتى على تاريخ آبائه وأجداده، ويسود منطق القوة لا قوة المنطق. وهنا فإن المطلوب منا نحن الموالين لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أن نستعمل أقصى حالات الحكمة والتأني لمعالجة الأمور ومواجهة أصحاب التعصب والعناد والحقد. وعلينا التالي: أولاً، الالتزام الكامل بتوجيهات وإرشادات مراجع التقليد، أعلى سلطة دينية عندنا، لأنهم أصحاب حكمة وتجربة وعلم، وذلك من خلال استخدام كل وسائل الاتصال الحديثة للتواصل معهم. ثانياً، تشكيل فرق إيمانية، أي مجموعات متميزة يقودها أكثر أهل المجموعة فهماً وعلماً وحكمة وتجربة. تقوم هذه المجموعات في كل منطقة أو قرية أو شارع بإدارة وتنظيم الأمور المرتبطة بخدمة الدين والمؤمنين في كل المجالات، وتتعاون مع كل المجموعات المشابهة المتشكلة في أماكن أخرى. ثالثاً، التأهيل والتدريب والتعليم لكل الأمور التي يحتاجها المجتمع وقت ظهور الفتن، فيما يتعلق بطرق حفظ المواد الغذائية والمياه، والتدريب على التمريض والعلاج، وطرق الدفاع عن النفس، وهكذا بقية الأمور. رابعاً، الإكثار من الأعمال العبادية في المساجد والحسينيات، وإحياء الليل بالعبادة، والاعتكاف في المساجد أحياناً، وقراءة القرآن، والعمل بآياته حسب تفسير أهل البيت عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع. خامساً، دراسة طرق وأساليب الاكتفاء الذاتي، مثل صناعة المواد الغذائية وتنقية المياه وأساليب إيواء المشردين وإقامة المستشفيات الميدانية ومخازن الغذاء والماء والملابس والأدوية، ودراسة أفضل وسائل الدفاع عن النفس، ومنها التمركز في مناطق محددة كخطوط تماس، ودعوة كل من هو خارج هذا الخط إلى التواجد فيه. سادساً، التواصل مع مناطق أخرى أكثر أماناً لنقل النساء والأطفال والمرضى، وللإمداد بكل ما تحتاجه المجموعات، وبشكل ما إيجاد ممرات آمنة ومحمية للتواصل مع المناطق الأخرى.